اهلا بحضراتكم من جديد. اذا كان الكاف منع الجدل في موضوع ايمن اشرف واحقيته بالمشاركه فهناك كلام كثير مع بعضمة لسانه، جنيه الاهلي وسعر الصرف الرياضي. باستمرار بنتكلم على انه الاهلي ماشي في سكته وعارف اهدافه وبيحقق ما يسعد جماهيره، ولا يتمنى لكل المنافسين من الانديه الشقيقه الاخرى الا كل التوفيق والنجاح. الاهلي مش شاغل باله بحد، بس كمان المفروض هذا الحد وهذا السبت وهذا الاثنين وهذا الثلاث ما يشغلوش نفسهم بالاهلي، خاصه لما يبقى الكلام ما فيهوش اي حاجه تمس اي نادي او اي فريق منافس، يكون الكلام عن الاهلي فقط وعن قيمه الاهلي فقط وعن الانتماء للنادي الاهلي فقط، لكن تسمع كلام مختلف. بالمناسبه عن جنيه الاهلي وقيمه جنيه الاهلي، قالها الكابتن محمد شريف في استضافته في اون تايم سبورتس، نسمعه. لو جالك عرض من بيراميدز وباضعاف اللي بتاخده من النادي الاهلي، هتوافق ولا هتكمل في الاهلي؟ جنيه في الاهلي احسن من 10 بره. تاني؟ جنيه في الاهلي احسن من 10 بره. الماتش في الاهلي بماتشات كتير بره يا كابتن. ولا ايه؟ فعلا؟ طبيعي. انت ما ترددتش. ما هو طبيعي، ما هو ده الرد الصح يا كابتن، ما اقنعني. لو انت، طب انت يا كابتن لو انت مكاني. انا بطلت. لو انت مكاني. انا بطلت، كل واحد وليه تفكيره يعني. انا قصتي معروفه، لكنه يعني بلا تردد يا كابتن، انت بعد لما تبطل كوره وانت عملت اسم في نادي الاهلي هتعيش عليها يا كابتن. لو انت عملت اسم في نادي الاهلي هتعيش عليه. فيما بعد. فيما بعد. طب انت لو انت بتلعب في نادي تاني دلوقتي مثلا، نادي تاني مثلا، وبطلت بقى، مين الناس هتفتكرك؟ مفيش حد هيفتكرك يا كابتن. حضرتك هنا ليه يا كابتن؟ عشان اسمك كابتن شوبير. نعم. بس من نادي الاهلي بالظبط، مش من نادي تاني. نعم. ده كلام الكابتن محمد شريف. جنيه في الاهلي ب 10 بره. انا عارف اجابه الكابتن احمد شوبير وفرحته باجابه شريف، بس كنت اتمنى ان شريف يساله، هو لولا الاهلي حضرتك مش هتبقى قاعد هنا وتقدم وتستضيفني، لانه فضل الاهلي عليك كبير وشوبير لا ينكر ذلك، وقال له انت هنا ليه؟ علشان النادي الاهلي. ده الشعور اللي عند الكابتن احمد شوبير، لكنه بيساله كاعلامي. وده يخليني ارجع للمهندس عادل القيعي، لانه كان ليه جمله منحوته باسمه كان دايما بيرددها وبيقول ان ده تقريبا المدخل له في التفاوض مع لعيبه تانيه كبيره في مجيئها للنادي الاهلي. الاهلي ممكن ما يقدم لكش اعلى العروض. هما مربوطه ببعض، ما يديكش اعلى عرض لكن يضمن لك اعلى دخل. اعلى دخل. ليه بقى؟ حتى كارقام. وكان تملي اقول له لان انت ليه قيمه والاهلي له قيمه، فالقيم المضافه دي بتلخص المعادله دي. ايوه. في حاجه اسمها المسطره الاقتصاديه. ايوه. ايه المسطره الاقتصاديه دي؟ اللي لازم الناس تقيس بيها، لانك هتكتشف في الفقره اللي انت بعد كده ان الراجل ده لو يعرف يعني ايه مسطره اقتصاديه كان هيوفر على نفسه كل الهرتله اللي بتحصل في الفقره اللي جايه. المسطره الاقتصاديه دي مساله مرتبطه، هو لما بيقول الجنيه بتاع الاهلي ابرك من 10 بره، هو ده راجل بس بيقول كلام يغازل بيه الجماهير؟ جزء منه طبعا بيطمن الجماهير ان انا اخلاص الاهلي هو ده، لكن هو برضه مسطرته الاقتصاديه بتقول له ايه؟ هو موقفي في الاهلي مرتبط بايه؟ بالشعبيه؟ القيمه الاقتصاديه للنادي اللي انا بمثله، المكانه، والمكانه دي بتتقاس بالبطولات والمواقف. أيوه. والتاريخ. أيوه. كل دي بتدي لك مسطره في الاخر الحسبه الشعبيه جايه من ايه؟ من كل اللي فات ده. طب القيمه التسويقيه جايه من الشعبيه وجايه من كل اللي فات ده. فانا لما اروح لنادي مسطرته بتقول لي الجنيه اللي انا في عقدي هيقابله شعبيه، هيقابلوا بطولات، هيقابلوا قيمه تسويقيه، هيقابلوا اعلانات، هيقابلوا بطولات تترجم لاموال، هيقابلوا مكانه للنادي وليا لما بطل هتستمتع بيها وانا عايش بستمتع بيها وانا في النادي الاهلي. فالجنيه بتاع النادي الاهلي بيترجم في كل واحده من دول بقيمه مضافه.
للي عايز يعرف، انما اللي عايز يعني كابر هنعمل له ايه؟ طيب كلام شريف سمعتوه في كل التقدير والاحساس بقيمه النادي الاهلي وبجنيه النادي الاهلي، وهو حاسبها كويس. قال له المباراه في الاهلي مش زي اي مباراه بره، البطولات في الاهلي مش زي اي نادي تاني، الامر يخص النادي الاهلي فقط. يضايق حد؟ يزعل حد؟ اه طبعا. داس على طرف حد؟ ولا حاجه. لكن لقينا المتحدث الرسمي لنادي الزمالك الزميل عمرو الدرديري الكلام مش عاجبه وجنيه الاهلي مضايقه. نشوفه قال ايه. عايز اتكلم على الجنيه الاهلاوي. يقول يعني لك إيه الجنيه الاهلاوي مختلف عن اي جنيه تاني، مش عارف يعني ايه. ده ذكرت اكتر من مره. اعتقد كان اللي ذكرها محمد شريف تقريبا ولا مش فاكر مين اللي ذكرها. بس ايه الجنيه الاهلاوي؟ هو في جنيه اهلاوي وجنيه زمالكاوي؟ كان بسبب ان رمضان مشي كمان. يعني كلام بيتقال انا مستغربه. هو بيقول لك ان اللاعب اللي يجي في الاهلي اصل اي مبلغ تاخده الجنيه في الاهلي غير الجنيه في حته تانية. بس على فكره هو عندهم حق. طب ازاي يعني؟ اقول لك ايه نظريه الجنيه الاهلاوي؟ رمضان مثلا، رمضان رجع الاهلي فعمل اعلان وخد 4 مليون جنيه لانه رمضان صبح النجم رمضان، فما خرج من النادي الاهلي فكده يبقى خرج من النادي اللي بيعمل له اعلانات، فراح رجع ال 4 مليون جنيه تاني. والاهلي بياخد بطولات، فمعنى الاهلي بياخد بطولات فهياخد مكافئات، هم ده يكون مقصود منه يعني. يعني ده جزء من الكلام اللي قاله الكابتن خالد الغندور بشكل مباشر، عشان بعد كده بيرجع يقول لك ما لعيبه الاهلي بتاخد اعلانات، لعيبه الزمالك ما بتاخدش. المساله مرتبطه بشعبيه وبقيمه تسويقيه. ما حدش هيعمل اعلان الا اذا كان في مردود تسويقي في السوق للمجتمع. اذا لم يكن هذا يتحقق ما فيش. طيب هو اي واحد بياخد اعلان من خلال النادي الاهلي بياخده عشان هو في النادي الاهلي، طبعا هو اسم كبير مؤكد. بس الدليل انك بياخده الموضوع تكرر. ولما جاء الكابتن عصام الحضري نفسه ادركها بعدين. لما سافر كان عامل اعلانات وكان اكبر قيمه تسويقيه وقتها كان بياخد 3 مليون جنيه. في الاعلانات. اتشالت الاعلانات لما راح سويسرا على طول، لان المعلن عارف ان هو كده هيتحدى الجمهور المستهدف. ايوه الناس ابتدت تتضايق بالظبط، الجمهور المستهدف بشكل صريح. فانت هو عامل اعلان عشان الجمهور. فانت الكلام ده لازم يبقى في وعي من يتحدث. ولكن الذي ينصب نفسه الحقيقه المتحدث الاعلامي عن نادي الزمالك لا يتحدث عن نادي الزمالك. واخد الاهلي معاه بالمره. لا مش واخد معاه، هو يتحدث عن نادي الاهلي. عن النادي الاهلي بشكل كامل. بطريقه سلبيه. لكن احيانا هو خدمنا خدمه العمر، لان من كتر ما كرر كلام جمهور الزمالك نفسه اللي بيرد عليه خلاص بين ان مفيش حجه. يعني كل اللي بيردده لا يملك عليا اي حجه غير ازاي بقى ده له حديث معرفش انت جايبه ولا لا. ويتحدث عن بطوله الدوري. كابتن سيف بيقول له جايبه معرفش. كابتن سيف بيقول له ايه؟ مين بطل الدوري؟ قال له الزمالك طبعا. قال له بس الاهلي لو لعب ماتشاته المؤجله هيبقى الاول هيتصدر. قال له لا ده يبقى في حاجه غلط بقى، وهنا كلام فارغ وما نسكتش. قال له نسكتش ايه؟ احنا بنقول لك عنده ماتشات اقل لو كسبها بالارقام هيبقى الاول. قال له لا يبقى الكلام ده يتسكت عليه ازاي؟ طب ازاي يديله 3 نقط في الماتش؟ لا يعني هو مش بيناقش ان ده صعب مثلا، يقوله يعني هو مش هيتعثر. أيوة. ممكن يعني يقول امنياته. أيوة. لكن هو في حاجه غلط ما حصلتش. لا هيقول لك ازاي يكسب ماتش ياخد 3 نقط؟ ده تبقى فيها حاجه. هو طبعا دغدغه مشاعر الجماهير مش. أيوة. اكتر من كده. طيب جنيه الاهلي، جنيه الاهلي محير الناس، مع انه لو كانوا سالوه عمركم شفتوا لعيب في النادي الاهلي؟ ده الكلام حتى اللي قاله هيثم الرشدي الزميل التونسي المره اللي فاتت لمهيب عبد الهادي. قال له ما عمرنا شفنا لاعب في النادي الاهلي مشي من النادي الاهلي واشتكى لاي جهه دوليه انه له مستحقات مثلا. يعني جنيه الاهلي خده ثالث مضمون.
جنيه الاهلي مضمون. محدش اشتكى لا لاعب ولا مدرب ولا اي حد انتسب للعمل في النادي الاهلي لحصل ولا يجب ان يحدث حتى مستقبلا انه يضيع حقه ويلجا لجهه دوليه او للمحكمه الرياضيه يطالب بحقوقه. جنيه الاهلي جنيه مضمون. غير كده زي ما شريف قال انه جنيه ب10 لانه هو عمل عقد. نسب فوز الاهلي بعدد المباريات قد ايه قياسا على غيره؟ قياسا على غيره حتى في افريقيا. مشاركات الاهلي القاريه ولائحه مكافئاته بتجيب له قد ايه؟ ناهيكم عن الحقوق المرتبطه بشعبيه النادي الاهلي وجماهيريته وحقوق تسويقيه واعلانيه. وارتفاع سعر اللاعب وهو في النادي الاهلي. لما جه النادي الاهلي كان بكام؟ ودور الاهلي في تنميه مهارته وفي صقل موهبته وفي رعايته وفي تدريبه وفي تجهيزه وفي منحه الخبره والثقه والفرصه الدوليه. شوفوا جيل الاهلي وحجمه الفني قد ايه ووصل في النادي الاهلي لكام وسعره ارتفع لكام. هو ده جنيه الاهلي مش جنيه الاهلي بالظبط بالشكل ده. اللاعب نفسه كل قيمته. المكاسب اللي بترجع على اللاعب شعبيته من خلال النادي الاهلي بما فيه استثماره في نفسه استثماره خبراته رفع كفاءته رفع جودته كل ده على القيمه بتاعته. طب ما تيجي ناخدها بمعيار الاقتصاد. هي العملات قدام بعضها بتتحسب ازاي؟ يعني يقول لك عمله صعبه في مواجهه عمله محليه اقل قوه مبنيه على ايه؟ ان الاقتصاد بتاع البلد اللي تنتمي اليها هذه العمله أي. الصعبه ها أي. اقتصاد قوي أي. وزمان كان يقول لك لازم غطاء العمله يكون بالذهب. بالظبط الغطاء الذهبي للعمله. الغطاء الذهبي للعمله عشان العمله تبقى مضمونه بهذا أيوة. الغطاء الذهبي. بالظبط بالظبط. طيب هل الاهلي عنده غطاء ذهبي؟ اه بالمعنى اللي هو ايه؟ شعبيته بطولاته قيمته التسويقيه. ايوه بهذا المعيار الاقتصادي ده غطاء ذهبي لسعر اللاعب. ده غطاء ذهبي لسعر اللاعب ولقيمه ما ياخذه من النادي الاهلي وضمان هذه الحقوق. وان انت بتديني عرض يعني حتى خلينا في البيزنس في الاعمال الوظيفه الاداريه رواتبها اعلى من الوظائف التسويقيه الرواتب لكن كله يتمنى او يلهث ان يعمل في التسويق والبيع. ليه؟ لان الدخل بقى مرتبط بايه؟ بشطارتك وبقوه المنتج بتاعك وبالترويج له وشطارتك انك تاخد من السوق اقصى شيء يخلي دخلك يتجاوز بمراحل اي وظيفه اداريه. فلما يجي لك واحد عايز يشتغل في التسويق يطلب منك مرتب عالي يقول له شكرا. شكرا ليه؟ مش عايز يشتغل ويكسبك ويكسب. اه عايز يضمن. بالظبط. قول له شكرا. لكن لما يجي يقول لك ايوه طبعا بس هتديني عموله شكلها ايه؟ أيوة. يبقى بيكلمك في عموله مجهوده. دخل. اه. هدخل لك كذا وهاخد كذا. اما يقعد معايا لعيب بقى يكلمني انا جاي لي لا تعالى بقى نحسبها. اللائحه. بتدي لك ايه في البطوله دي بتديك ايه في البطوله دي ولو جمعتهم مع بعض تاخد ايه والاعلانات كل ما تكسب بطولات انت نقدر نجيب لك اعلانات قيمتك التسويقيه في الاعلانات هتبقى عامله ازاي. كل ده يبقى الور لك يحلم كده. طب هو الاهلي يعني بيبيع لي سمك في ميه؟ لا ده بيكسب بطولات وهو جايبني عشان اكسب بطولات واللعيبه الثانيه تقال لها نفس الكلام فهم جايين في هدف مشترك. هو جاي لك وشايف امبارح حصل ايه جاي لك على اهداف مشتركه. آه طبعًا. عشان كده اللعيبه اما بيخش لها لعيب جديد ما بتبقاش متضايق بتبقى مبسوطه. اه انه هيضيف هيساعدني ان اكسب. بالظبط هيساعدني ان احقق التارجت بتاعي. ايوه وخصوصا انك في عد في انك بتحاول انك تقرب المسائل الناس مع بعضها ولذلك لا ينساق النادي الاهلي تحت ضغط حرصه على نجم معين انه يكون موجود معاه. النجم اذا كانش عايش اهداف النادي الاهلي وسياسته وحابب يجي مش هيكسبك مش هيعمل لك حاجه احسن هيبقى تراب بالعكس هيبقى مصدر مشاكل. أوه. لانه جاي هيفكر في نفسه بس لكن لو جاي يفكر في الفريق هيقبل بسياستك. طيب جنيه الاهلي لما سئل عنه محمد شريف قال رايه. طب لو سئل عنه خبير في التسويق الرياضي وصفقات اللاعبين بحجم الاستاذ نادر شوقي هل فعلا جنيه الاهلي
في بورصة الاحتراف جنيه له قيمته ولا لا؟ نشوف. الجنيه في الاهلي بيساوي 10، جملة قالها هنا محمد شريف من كام يوم دغدغت مشاعر الناس، بتوافق عليها ولا 20 20 ده كمان؟ انا مجرد من انت بتسالني اسئله مجرده صح؟ طبعا مجرده. 20 مش 10 كمان. ماشي. يعني طبعا لو جاله مجال يشرح الاسباب هيقول معظم الكلام اللي انا قلته ده. خلي بالك يعني جزء برضه من كلام اللي يتقال كان وقتها لسه ان اللعيب ياخد فيزا ويروح البنك، فاللعيبه كلها كانت بتطلب مستحقاتها يعني. فانت بتخش النادي الاهلي بيديلك فيزا، انت تقدر تعرف هتقبض كام من اللائحه اللي في ايدك. ايوه اتوقع عليك اتخصم عليك كام يعني؟ 12 بونت، كل 12 بونت بيساوى موقفك المالي. كسبت من ال 12 بونت كام؟ 12 هتاخد كذا، 10 هتاخد كذا، 8 هتاخد كذا، اقل من كده يمكن ما تاخدش حاجه لان مش هتاخد بطوله بقى. ايوه فاهم. طيب اتوقع عليك جزا هتخصم منك كذا، انت تقدر تحط لنفسك الدخل بتاعك وبتروح حاطط الفيزا يطلع لك مرتبك. مين مش عايز يحقق هذا النوع من الامان الاقتصادي لنفسه؟ الاهلي نعمه، الاهلي نعمه ونعمه كبيره بجد، بيقدرها الناس اللي مش عايز لما اقول الناس الاصلة قوي يتفهم ان انا بقول ان في حد اقل من كده، لا، بس اللي بيقدر قيمه الاهلي كنعمه ربنا بيكتبها له وربنا بيحطه في مكانه عند جمهور الاهلي، بتخلي قيمه الجنيه اللي في جيبه قد القيمه الحقيقيه له بمراحل كتيره جدا. واحد من اللي حسوا بنعمه النادي الاهلي وتعب كتير عشان يجي النادي الاهلي ودخل قلوب جماهير النادي الاهلي، مش بس بالقضيه ممكن، لا بالنعمه ممكن قوي. نشوف قفشه. كنا عايزين نروح الزمالك. كان مين ساعتها بقى المدير الفني؟ كان مستر دصب. دصب. قال لك روح الزمالك ما تروحش. هو كان عايز ابراهيم حسن. فعايز يعمل تبادل. فانا قلت له لا، انا 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 نفسي اروح العب في النادي الاهلي وده المكان اللي انا بحبه وعايز اروح فيه. فقلت لهم لا، انا اروح الاهلي. فحتى قعدت معاهم كان ليا فلوس. فقالوا لي لو رحت الزمالك هتاخدها. قلت له لا، انا رايح الاهلي ومش عايز ايه الفلوس. قعدنا بقى نعمل مشاكل. انا قعدت يا كابتن 3 ايام اقسم بالله ما بنام 3 ايام على كده. لحد في يعني خلاص بكره الساعه 12 الدنيا هتقفل، هيقفلوا خلاص. قالوا لي بالليل انت بكره تروح نادي الاهلي عشان ايه؟ توق عشان تخلص. احنا خلصنا وعمرو بسوني جه معايا وروح. اقسم بالله يا كابتن انا قعدت من الساعه 4 العصر. حضرتك عارف اتحاد الكوره طبعا. طبعا قعدت قدام اتحاد الكوره من 4 العصر لحد 9 بالليل. انت بتهزر؟ اقسم بالله في العربيه. ليه بقى؟ ما اعرفش. دول يطلعوا بتوع بيراميدز يقولوا لا احنا عايزين فلوس، بتوع الاهلي عايزين يخلصوا، وانا قاعد في العربيه. ففي الاخر راح عمير مكلمني وعمرو قال لي تعالى نخش النادي الاهلي. دخلت نادي الاهلي بقى. فاول ما عملت دي موقعت، رحت مكلم البلد كلها. لا والله، والله العظيم قبل ما حد يعرف اي حاجه. فلوس كام؟ في حاجات في الاهلي اهم من الفلوس كلها. اهم؟ طبعا. انا لابس تيشيرت احمر. فرقه معاك للدرجه دي؟ والله العظيم. لو لو بلعب في اي مكان تاني الماتشات دي كلها مش هروح منتخب مصر، محدش يعرفني، ما كنتش هبقى مشهور، مش همشي في اي مكان الناس تتصور معايا. مش هروح اي حته الناس عايزه تخلص لك كل حاجه وانت واقف. مش هيحصل ده. بس انا عشان بلعب في نادي اسمه نادي الاهلي. وانت حبه من زمان. طبعا. وحلمك. الحمد لله. انا في نعمه. في نعمه؟ طبعا في نعمه. اقسم بالله في نعمه، واللي ما يستغلش النعمه اللي هو فيها يبقى هو اللي غلطان، هو اللي هيشيل بعد كده. بص يا كابتن، انا كنت في مكان وبقيت في حته تانية خالص. نفس مشاعرك لحد دلوقتي ما اتغيرتش؟ عمري ما تتغير. هذه العلاقه وهذا الكلام الذي يترجم صدق المكانه في نفس هذا اللاعب. الراجل يقول لك قعدت من الساعه 4 للساعه 9 بالليل. 9 بالليل. وحتى هو في بيراميدز ديسمبر مش عايز يروح الزمالك. كل القصه تعني الاهلي نعمه. كلمت البلد كلها. طب هو عمل كله كده ليه؟ لخصها، قال لك ما انا هحقق وهحقق مسطره. اتكلم في المسطره بطريقته. القيمه التي سوف يضيفها الاهلي لو اضاف اليه اداء ونتائج.
ولهذا نجح مع النادي الاهلي، لانه هو بيتكلم انه جاي في مصداقيه، يعني ترجم التزام مشاعره بالتزام حب شديد، حب عفوي قوي شديد ملتزم. النهارده الوقت القياسي اللي المجهود المضاعف اللي عمله علشان يعني يخف ويلحق يواصل مجهوده، سواء لحق او ما لحقش باذن الله يلحق، انما يكفي يكفي الصدق والالتزام. بمثل هذا الالتزام يعني طلعت حاجات روح الفانيلا الحمراء والاهلي بمن حضر ومش عارف الجنيه الاهلي، هذا كلام ليس شعارات ولكنه ترجمه للواقع، ترجمه لعلاقات ومشاعر وتبادل مصالح صادقه بين المكان واللاعبين والاداره والجماهير. ومش قفشه بس على فكره، في نماذج تانية كتيره محترمه ضحت بحاجات كتيره عشان تلعب في النادي الاهلي.